وليد 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 رد عليا يا وليد رد رد وليد لا حكيت لك ليان يا ولدي صاحبها وابتسم اللي قلبه كبير كيف قلبك هيعيش الناس تحبك والمال عليك الحمص ميل وياه الزرعة لما تميل في وش الريح ذكية هتقدر تعيش الشهود اكدوا ان هم مجموعه كبيره من الصعايده كانوا مسلحين بطبنجات وآلي هجموا على الشارع وكسروه وحرقوه واحنا في انتظار المعاد شكرا خير يا باشا انتوا عاملين لجنة هنا خدت بطارك وحرقت الشارع يا عبد العزيز بطارق ايه بس يا باشا انا سيادتك كنت مسافر اهو لسه راجع قدام سيادتك يعني وادي الباسبور اهو ملوش لزوم انا متاكد انك انت كنت مسافر بس ده ما يمنعش انك ورا اللي حصل برضو ماشي انا مرهق يا باشا وعايز اروح يعني بعد اذنك
ممكن نفتح؟ اتفضل. وحشتيني. اقطعني، كان مشتري لك البدله الحلوه دي. هداك 1350 بدله. دريت باللي حصل؟ العركه كانت وقره قوي، شارع عبد العزيز كله اتكسر. واحنا مالنا؟ تعالي بقى اما فرجك، انا جبت لك من بلاد بره. خلاص اتفقنا دي هتبقى اوضتنا؟ اه حلو قوي. اوكي. طب وهنا؟ هنا بقى نعمل اوضه الولاد، عايز اعمل لهم فيها الوان بقى على السرير وشويه حاجات كده، كنت بحب الحاجات دي وانا صغير. وعايز بقى كمان في البلكونه. ايه يا عاصم؟ لا ده عشان الولاد مش عشان والله.